بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياض ديالنا تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة، ورمضان مبارك كريم. نص رمضان هو مشى، انتقلنا النص الثاني ان شاء الله يا ربي، واحنا معاكم بالجديد وبالفيديوهات، وان شاء الله رجعوا للميدان بقوة. دابا احنا ماشي الحمد لله، ولكن شوية بشوية، انتم ما عارفين شنو كاين. اليوم غادي نعمل واحد الفيديو، وطلبوا لي واحد الصديق ضروري، يعني غادي يدي مني هدية وطلب لي نعمل لي واحد الفيديو. الاكامي اوريون اكس اس سي، كاينه الاكس تي اف، ما بقاوليش هنا يعني تقاداولي، كاينه دابا الاكس اس سي. هادي هي كتجي شي حاجه مزيونه بزاف. قرب معنا اخاي ايوب، شي حاجة بروفيسيونال، انا جربتهم وشحطت بيهم وخدمت بيهم جوج المرات، شي حاجة يا سلام الصراحة. كما كتشوفوا معايا البوبينة كدوز الخيط الغليظ، شي حاجة الالومنيوم خفيفة، بلاستيكات هنايا ديال الكربون، رانديل هاد الكربون، اليد كيتركب على هاد الطريقة هدايا. هاد الماكينة هادي اخوتي مصنوعة من الكربون، كيجي معاها هاد البوشيطة ديالها، كيجي معاها واحد الكتاب اذا بغيت تفسخ المعلومات المسائل عليها كامله. ها هي كتجي معاها واحد الرويضه بحال هادي التيتانيوم، كتجي مصنوعه شي حاجه واعره، هادوما كيجيو مزيونين. وكتجي الموليني ديالنا على هذا الشكل هذايا في الكرتونه ديالها كما كتشوفوا. كتجي عندها بوبينه ديال الخيط رقيق، وعندها بوبينه ديال الخيط غليظ. هذه الاكس اس سي كتجي بجوج البوبينات، الاكس تي اف كتجيب ثلاثه بوبينات، كيجيو لها جوج ديال التيفلون، ولكن هذه احسن، هذه كيجيو بالالومنيوم كيجيو احسن. اليد كيتركب بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. المهم تشوفوا شي معلومات عليها هنايا، نرجعوا كما كتشوفوا هنايا عندنا الرودامينتوس، 10 د الرودامينتوس. الماكينه مصنوعه من الكربون، والبياز ديالها من الداخل حتى هو مصنوع من الكربون. الفران 20 الكيلو. المهم شي حاجه يا سلام، اليد كيتركب. المهم كما كتشوفوا هنايا المعلومات ديالها كاملين، ها هي الفران عندها 20 كيلو، فحالها فحال شي مانو كما كتشوف معايا. شي حاجه صراحه واعره بزاف بزاف. البوبينه عندها هذه هي كتجي الالومنيوم، كتوز الخيط رقيق، وحده ديال الخيط غليظ. عندها هذا بلاستيكه من هنا باش ما كطيحش الشعره، ما عندهاش ديك اللي كيجيو في الجناب بحال هدايا. الماكل الاكامي كاملين كانوا كيجيو على هاد البلاستيكه هادي لا، كتجي بريباريا ناضيه هدايا. هذا القطيب ديالها شي حاجه واعره بالكربون. المهم شي حاجه يا سلام واعره بزاف. الوزن ديالها فيها شي 500 غرام ولا 520 غرام. نشوفوا الوزن ديالها شحال هادي فيها. ها هي اخوتي كما كتشوفوا 500 غرام، هما الشركه كيعطيو بانها فيها شي 490 اولا 495. المهم 500 غرام راه وزن واعر بزاف، وحتى هذا الصنع ديالها، هذا البلاستيك ديالها اللي هنا، هذا مصنوع من الكربون، هذا كربون مصنوع، شي حاجه واعره بحال هاد الفيتينغ فيراري. حتى هما الا لاحظتوا اللون ديالهم كيفاش عاملين، كيبانوا لك بحال اللي مضبين. هذا كيكونوا الصنع ديالهم ديال الكربون، هادي بيدها مصنوعه من الكربون، هاد الفيشينغ فيراري. المهم المكنه ديالنا هي هاديه، شي حاجه مزيونه على حسابي، هادشي اللي كاين. الطباطرينو ديالها كذلك كضربها شويه كترخى، صافي زير افتح شد. وواحد الملاحظه اخرى، اخوان كيسقسوني عليها بزاف، هي هاد البوبينات هادو كيخدمو لشيمانو، يعني دوريجين كيخدمو لشيمانو، وشيمانو كيخدمو هادي كاملين كما كتلاحظ معايا. هادي الانفيس بول ها هي خدامة، ها بغيتي تعمل لها هاد الغلاقة، هادي خدامة، تعمل لها الغلاقة تاع شيمانو غادي تخدم به. ها الغلاقة تاع شيمانو، هادو بوبينات شيمانو، ها خدامين لاصقين كيجيو فيها. اخوان بزاف كيسقسيونا على هاد النقطة هادية، وحتى البوبينات مثلا ديالها كيخدمو التيمانو، إلا بنادم شي واحد عنده تيمانو بغا يعمل هاد البوبينات هادو كيخدمو. ها الغلاقة قادانية ناضية خدام. المهم هادي الأكامي كتخدم أي بوبينات، هي أهم حاجة فيها
هذه بوبينة اليوكي كما كتشوفوا معايا، بوبينة اليوكي ا ام جي كذلك كتخدموا عادي بحال اللي ديالها، ما كتزول لا بلاستيكه ما كتبدل حتى شي حاجه. هانتوما ها هي بحال اللي تقول البوبينه ديالها ناضيه، هادي الجومه كتضرب هنا باش عندنا داك الصوت. هاد البوبينه كيما نو ها هي كذلك، المهم كل شيء ها هما خدامين ناضيا. هادي هي كتجي قلنا بجوج البوبينات، المهم صراحة مزيونة خفيفة ما فيها جبات فيها حتى شي فايو، شي حاجة ناضية. المهم اخوتي هادو ما ان شاء الله حاليا ما كاينينش لا هما ولا الاكس تي اف حتى مورا رمضان ان شاء الله، عاد غادي يكونوا تاني عيد تالت عيد غادخل لنا ان شاء الله شي حاجة تسليها. المهم معلومات ديالها كما كتشوفوا معايا هنايا، ها هي عاملين لها 495 الجرام، وهذه هي فينيشينغ فيراري حتى هي عاود شي حاجه واعره الاخرين ديالهم فين من المعلومات ديالهم. حتى هذه هي مصنوعه من الكربون، الروتوران ديال الكربون، كربون بودي حتى الخارج، الهيكل ديالها مصنوع من الكربون، حتى هي الفران عندها 20 كيلو، عندها حتى حشود شي حاجه. يا سلام هادو بيدو مزيونين بزاف، كاينين كيجيو بواحد بوبينه، عندهم جوج بوبينات اللي بغات ثلاثه بوبينات، هادو هما البوبينات ديالهم موجودين، تا هادو بوبينات موجودين. الرودامينتوس عندها هنايا 9 الرودامينتوس، هما تقريبا هما الاوريون عندها غادي، عندها اليد كيتزاد واخرى عندها اليد كيتركب كيتركب دير شي حاجة. يا سلام هانتوما 517 غرام و 510 515 غرام فيها شي حاجة، يا سلام. المهم اخوتي هادو هما اللي كاين، حنا عملنا اليوم شرح بسيط على هاد الاوريون اكس اس سي باش الاخوان يعرفوا يكونوا غادي يشريوها يكونوا عارفين شنو المعلومات اللي عليها. شي حاجه مزيونه على حسابي واعره بزاف، وبوبينات كاملين كيخدموا لها، الغلاقه ديالها كتخدم جميع البوبينات، وحتى البوبينات ديالها كيخدموا لشيمانو، شيمانو غيخدموا هنا ولكن بالغلاقه. المهم بالغلاقه شيمانو كيخدموا، وبالغلاقه هادي كيخدموا، ماشي فحال شي مانو ضروري كتبدل لها بوبينه خصك تبدل لها الغلاقه. وصافي اخوتي هذا الشيء اللي كاين الى حد الان. المهم اللي بغى شي حاجه يخلي لنا شي ميساج على الواتساب، هو اللي بغى شي حاجه منهم ان شاء الله مورا العيد غادي يكونوا موجودين، وديك الساعه مرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.